مرحبا، اليوم رح نعمل مع بعض السردين اللي يجي معلب بهاي الطريقة. أنا بزيد له إضافات، تعالوا نشوف كيف رح نشتغل فيه. رح أحط له ثوم وبصل وحار وزيت زيتون وشوية ملح ونقطة مي. رح نحط هلا البصل، رح نحط الحار ورح نحط الثوم، رح نحطهم كلهم مع بعض ليتمروا عندي نفس التحميص. حطيت لهم شوية زيت لأنه كان الزيت قليل، لازم يكونوا مغمسين هيك. تمام، بعد ما حمروا معنا شوي هيك رح ننزل السردين. طلع الصوص تبعهم ما شاء الله في مي محرزة، شكلي ما حضيت مي. تمام، نخليهم يسلقوا شوي نشوف شو يصير معنا. ودقتهم قبل ما اضيف الملح، لقيتهم مالحين فما في داعي اني اضيف الملح. تمام، وهيك صار جاهز عنا، اللي بحب ياكله لحاله اللي بحب ياكله مع شوية رز. ويعطيكم العافية على المتابعة، وما تنسوني من الشير واللايك والسبسكرايب، والله معكم. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا الاشتراك وتدقوا الجرس وتعملوا لايك، وشكرا لكم.